السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. دلوقتي هنراجع على المحاضرة بتاعة الليمفاتيك فيلاريز. قلنا أول حاجة إن الليمفاتيك فيلاريز الدودة اللي بتعمله أو الديدان بقى اللي بتعمله بتبقى من عائلة النيماتود اللي هي الديدان الأسطوانية، تمام. قلت ازاي الانسان يجيله الليمفاتيك فيلاريز؟ قلت والله ان هو بيتقرص بحشره اسمها البلاك فليز او الموسكيتو، بتتغذى على دم الانسان. طيب قالك والله ان انا مش بس عندي الليمفاتيك فيلاريز، لا ده انا عندي انواع كتير قوي من الفيلاريز زي الليمفاتيك وزي السبكوتينيوس وزي السيروس كافيتي فيلاريز. قلنا لما نيجي نقارن ما بينهم هحطهم الثلاثه كده قدامي واقول اول حاجه مين الديدان اللي بتعمل الليمفاتيك فيلاريز؟ قلت مينلي الويتشوريا بانكروفتي، كمان عندي البرجيا مالايي والبرجيا تايموري، تمام. السبكوتينيوس مين اللي بتعمله؟ قال لك اللولو اللي بتعمل حاجه اسمها اللوييزس او اللي احنا بنسميها الاي وورم يعني. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها المانسونيلا ستريبتوسيرك، قلنا ساعتها ستريبتو قريبه من سبكوتينيوس. طيب وعندنا كمان حاجه اسمها الانكوسيركا فولفولوس. طيب مين اللي بيعمل سيروس فيلاريزس؟ قال لك والله احنا قلنا المانسونيلا ستريبتوسيركا دي سبكوتينيوس، يبقى النوعين التانيين من المانسونيلا يبقوا سيروس فيلاريزس، تمام. طب الليمفاتيك من اسمها يبقى موجوده فين؟ موجوده في الليمفاتيك سيستم. طب سبكوتينيوس يبقى موجوده فين؟ في اللير اندر ذا سكن. طب سيروس يبقى موجوده فين؟ في السيروس كافيتي، تمام. الليمفاتيك فيلاريزس يعمل ايه؟ قالك والله هي لو وصلت للكرونيك ستيج ومرحله مزمنه بتعمل لي الفانتيز اللي هو داء الفيل. طب السبكوتينيوس قالك اللولو احنا عارفين ان هي بتعمل حاجات في الاي فتعمل حاجه اسمها اللوييزس. طيب الاوكو الانكو سيركس فولفلا او بتعمل او امسا سيدنا محمد الانكو سيركا فولفلوس بتعمل حاجه اسمها ريفر بلايندنس، قلنا بما انها بتعمل بتيجي تحت الجلد فالريفر بلايندنس دي حاله كده بيبقى الشخص ده بيهرش قوي عنده اكستريم ايتشنج. طيب السيروس فيلاريز قالك هي اصلا نادرا ما تصيب الانسان. بعد كده هنتكلم عن بعد الليمفاتيك فيلاريز. اتفقنا عندي ثلاث ديدان، وتشيروريا بانكروفتي دي الاساسيه وبرجيا مالايي وبرجيا تايموري. هنتكلم عنه اول حاجه في الوتشيروريا، عايز اعرف عنها ايه؟ اول حاجه عايز اعرف الديزيز، هي كده كده هتعمل فيلاريز صح. طب هي اسمها بانكروفتي تعمل حاجه اسمها بانكروفيتيان فيلاريز او الفانتيز اللي هو داء الفيل. طب هي موجوده فين؟ قال لك موجوده في المناطق الاستوائيه والسب تروبيكال وبعض الاماكن في مصر. طيب المورفولوجي، تعالي نبص على الصور. قلت عندي ادلت وميكرو فيلاريا وفي كمان لارفا. الادلت بيبقى لونه كريمي وايت شويه والكيوتيكل او الغطا من بره بيبقى سموث وبتبقى راوندد ات بوث اند، يعني بتبقى ايه ثانيه واحده بس مين اللي بتبقى بوينتد انتيريوري اسفل بلانتد انتيريوري، يعني بتبقى ايه مش بوينتد وتيجي كده ورا بوستيريو بتبقى ايه بتبقى بوينتد بوستيريوري كده، تمام. ايه تاني مهم قوي اعرف؟ ان الاسوفيجاس هنا في حاله الادلت بيكون فيلاري فورم اسوفيجاس، يعني اسوفيجاس كوميثري الشكل، لان في اللارفا الاسوفيجاس بيبقى سلندريكال فلازم اخد بالي من الفرق. طيب الادلت طبعا هي نيماتود يبقى سيبريت سكس، عندنا ميل وفيميل، طبعا معروف دايما ان الفيميل اكبر من الميل. طيب في المايكروفيلاريا قلت والله المايكروفيلاريا شبهناها بانها بنت لابسه عبايه واسعه عليها والبنت دي لفافه، لابسه عبايه واسعه يبقى الشيز بروتيودنج ات بوث اند زي ما احنا شايفين كده. لو جيت ابص الاقي الشيز واسع من هنا كده ومن هنا. حاجه مميزه جدا 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 ان النيوكلياي هنا تبقى موجوده في البادي كله بس مش بتوصل لي التيب اوف ذا تيل. طيب ايه كمان بس؟ طيب قلنا ده كمان سموثلي كيرفد، قلنا ان هي لابسه عبايه واسعه شويه ولكن ايه مش ثانيه العبايه قوي يعني. طيب اللارفا كل اللي عايزين نعرف عنها ان الاسوفيجاس بتاعها ايه سلندريكال، لكن الاسوفيجاس بتاع الادلت بيبقى فيلاري فورم اسوفيجاس، تمام. بعد كده اللايف سايكل، قلت والله ان انا كان عندي انسان قاعد في امان الله وجت حشره اللي هي الموسكيتو دي قرصته، والحشره دي كان جواها الثيرد ستيج لارفا. طيب لما قرصته بقى دم الانسان جواه الثيرد ستيج لارفا، اللارفا كبرت بقت ادلت ميل وفيميل، بداوا يعملوا تزاوج ولما اتجوزوا خلفوا لنا حاجه اسمها المايكروفيلاريا اللي هي ايه اللفافه عماله تلف شويه ما بين الدم وشويه ما بين الليمفاتيك سيستم. طيب المهم جت حشره ثانيه قامت جايه قرصه الانسان فخدت منه مايكروفيلاريا، بقى الحشره جواها مايكروفيلاريا، المايكروفيلاريا كبرت جوا الحشره ما اديتني الفيرست ستيج لارفا والسكند ستيج لحد ما وصل للثيرد ستيج لارفا. طيب الثيرد ستيج لارفا دي موجوده جوه كده يعني في الحشره موجوده في معدتها مثلا، عايزين ننقلها تبقى فين؟ تبقى في البروبوز او تبقى في السليفري جلاند عشان تبقى مهيئه انها تقرص انسان بعد كده. طيب من الموضوع اللي احنا قلناه ده اقدر اقول الهابيتات؟ طيب احنا قلنا هنا ان انا عندي اللارفا لما بتبقى داخله جوه جسم الانسان بتحب تعيش قوي في الليمفاتيك سيستم سواء كان بقى ليمف فيسل او كان ليمف نود، عشان كده لما اجي اسال على الهابيتات هتقولي والله ان الادلت عاش فيه عاش في الليمف نود او في الليمف فيسل، خصوصا بقى الليمف فيسل بتاعه اللور ليمب او الجروين منطقه الحوض شويه ممكن يقفل الابر ليمب ممكن في الاكسترنال جينيتاليا والبريست كمان. مين الديفرنت فوست؟ قلنا العائل الاساسي عندي هو الانسان. طب ليه بقول نو ريزرفوار هوست؟ قلت لانه الانسان ده مش مستودع عدوى، يعني مثلا لو انسان عنده وتشوريا بانكروفتي وعطس كده ممكن يعدي انسان تاني، قال لك لا ده لازم يبقى عندي حشره ودوره حياه كامله كده تنتقل من خلالها. طيب مين الفيكتور؟ قلنا الفيكتور هي الفيميل موسكيتو اوف ذا كوليكس، خد بالك هي الفيميل مش الميل، عندي الكوليكس وعندي الايدز ونادرا ان يبقى الالوفلس. طيب قلنا سكبناها في مصر اي سي او سي سي يبقى الكوليكس يبقى موجوده فين؟ في ايجيبت.
طيب الانفكتيف ستيج قلت والله الحشره كان جواها السيرد لارفر ستيج او الفلاري فورم لارف. تمام. طيب المود اوف انفكشن قلت والله ان المود اوف انفكشن ان الحشره زي ما احنا قلنا كده جت قرصت الانسان فعملت بانكتشر كده فدخلت منها السيرد ستيج لارف. طيب قلنا كده حاجه ان المايكروفلاريا ديت قلنا عليها لفافه. اللفافه دي قلت والله بتعمل حاجه اسمها نوكتيورنال بريودست. يعني ايه؟ يعني عشان اشوف المايكروفلاريا موجوده في الدم لازم تبقى اشوفها بالليل من الساعه 10 بالليل لحد الساعه 2 او 4 الصبح. وده يفيدني في ايه؟ ان انا كدكتور لما اجي اعمل تحليل ما ينفعش اطلب من شخص تحليل دم وانا متوقع اشوف المايكروفلاريا الصبح، لا انا عارف ان هي لفه بتبقى موجوده بس فين؟ بالليل. طيب بعد كده الباثولوجي قلنا والله ان الوشوريا بانكروفتي دي دوده مفتريه بتعمل باثولوجي طبعا وهي حيه، وكمان لو هي ميته او هي بتحتضر لو هي ديجنريتنج اذر تورم. طيب قالك والله بنقسم الباثولوجي لثلاث مراحل اكيوت وسب اكيوت وكرونيك. احنا عارفين ان الاكيوت في اي مرض هو الفيرست او ايرليست باثولوجيكال تشينج. هيحصل ايه في الاكيوت ستيج؟ شويه انفلاميشن عاديين جدا، اكيوت انفلاميشن حوالين الدوده. يعني لو انا عندي الدوده هي مثلا موجوده جوه الليمفاتيك شانل ولا حاجه يحصل عليها شويه اكيوت انفلاميشن كده وشويه اديمه بسيطين. طيب في السب اكيوت ستيج قالك والله بيحصل انلارجمنت في الليمف نود. يعني مثلا لو انا عندي الليمف نود اهي وادي عندي الدوده جوه الليمف نود بدات الليمف نود تكبر. تكبر ليه؟ قالك والله انا عندي الليمف فيزل مثلا اهو وادي عندي الاندوسي يعني بتاع الليمف فيزل بدا يحصل له بوليفريشن. مش بس كده، ما انا عندي دوده جوه جسمي فبدا الجهاز المناعي كمان والاميون سيلز بدا يحصل لها بوليفريشن وتكبر كده. تمام. بعد كده كرونيك ستيج قال لك والله كلمه كرونيك عارفين كرونيك دايما يبقى فايبروزس. كرونيك يبقى فايبروزس. طب ايه المشكله؟ قال لك مثلا لو انا عندي ليمف سيستم اهو المفروض ان ماشي هنا فين ماشي الليمف، تخيل بقى حصل فايبروزس وقمت جايه قافله الحته دي كده، فالليمف عمال يجي عمال يجي يقف هنا بدا يحصل له اكيميوليشن. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان السكن اللي موجود في الحته دي يبدا يتنفخ فيحصل حاجه اسمها الالفانتيزس ده الفيت زي الصوره اللي كانت موجوده في الاول كده. تمام. تمام. بعد كده الكلينيكال بيكتشر بقى العيان هيجي لي هيقول لي ايه؟ والله اول حاجه ممكن اسيمتوماتيك. يعني ايه اسيمتوماتيك؟ لو هو عايش اصلا في منطقه انديميك مليانه وشوريا بانكروفتي هلاقي اصلا عنده المايكروفلاريا موجوده في دمه بس هو مش ظاهر عليه اعراض زي ما نقول كده جسمه نحس يعني. طيب الايرلي انفلاماتوري فيلاريزس قال لك والله اول حاجه نعرف ان الانكيوبيشن بيريود من 3 ل 12. يعني ايه؟ يعني الفتره ما بين دخول الوشوريا بانكروفتي جوه جسمي لحد ما تظهر عليه الاعراض ممكن تاخد 3 شهور لحد 12 سنه لحد 12 شهر. اول حاجه بتظهر الحمى بتاعه الفيلاريا. طب هي مميزه ليه؟ قال لك اصلها متقطعه. احيانا كانت تبدا بفيفر عاليه جدا ورعشات وفجاه تلاقيها اختفت لوحدها بعد يوم او 5 ايام كده. طيب ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن يحصل ليمفادينايتس وليمفاجينايتس. قلنا الفرق ان الليمفادينايتس التهاب في الليمف نود لكن الليمفاجينايتس التهاب في الليمف فيزل. طب خصوصا بتاعه مين؟ خصوصا بتاعه اللور ليمب زي ما احنا قلنا ان عارفين دايما ده الفين بيجي في الاطراف السفليه. تمام. قال لك الحته اللي حصل فيها الانفلاميشن زي اي انفلاميشن تبقى سخنه تبقى محمره شويه تبقى بتوجع جدا. طيب طبعا الاوبستراكتيف فلاريزس بقى انه بدات الفلاريا او الويتشوريا من كروفتي بدات تقفل. تقفل ايه؟ قال لك مثلا هتقفل لي الليمف فيزل فتعمل لي الفانتيزس زي ما قلنا لو هي في الكرونيك ستيج بتعمل حاجه قديمه اسمها نمبتنج قديمه. يعني ايه؟ الاقي ان الجلد منفوخ بس لما اجي احط صبعي عليه ما يعلمش فده اسميه نمبتنج قديمه. طيب او لو موجوده مثلا في جنتل سيستم زي موجوده مثلا في السكروتم. قلت والله ان انا عندي الراجل عنده التستس اللي هي الخصيه كده. طيب بقى عندها حواليها السكروتم لو هي جت في الليمف فيزل بتاع السكروتم ده وقفلته الاقي السكروتم بدات تتنفخ وتبقى مليانه ليمف بسميها هايدرو سيل او سكروتا ليمف ايديم. او تبقى موجوده او تبقى تعمل اوبستراكشن في الريتروبريتونيال اورجان. قلنا اهم ريتروبريتونيال اورجان هي عندي الكدني. طيب لو حصل اوبستراكشن في الكدني يبقى اذا الكدني مش قادره تعمل درينج للليمف بتاعها. يعني ايه؟ ادي عندي الكدني اهي كده وظيفتها انها تنزل يورين صح؟ المفروض ان في ليمف سيستم بيعمل درينج للليمف اللي موجود في الكدني. فتخيل انت قفلت هنا فالليمف عمال يتكوم 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 جوه الكدني فالكدني لما تيجي تنزل اليورين هتنزل يورين في ليمف ده بنسميه كايليوريا زي ما هو باين في الصوره عندنا كده. طيب بعد كده تروبيكال بالمونري ايزوفيلي قال لك المايكروفيلاريا اللي عماله تلف دي هتروح على اللنج فتاثر على اللنج فتعمل لي مشاكل خاصه بالتنفس وكده. يبقى عنده كحه تجي له ضيق تنفس خصوصا بالليل احنا دفعنا المايكروفيلاريا لفافه وبتحب تلف بالليل. طيب هنلاقي طبعا الاميونوجلوبولين اي بيزيد. طبعا هنلاقي في الدم عندي انتي فلاريال انتي بودي منطقي. قلنا موضوع الاوكلت فلاريزس ان هو بتظهر الاعراض دي بالليل. تمام. وطبعا لما اول ما اديله انتي فلاريال تريتمنت الاعراض دي بتخف على طول. طيب ازاي اعمل دايجنوز؟ قلت اول حاجه كلينيكال هيستوري. هبدا اتكلم مع المريض هيبدا يحكي لي مثلا انه كان في منطقه استوائيه اتعرض لقرصه حشره ولا حاجه. او اعمل بلاد اكزاميشن الاقي مين المايكروفلاريا بس لازم اعمله بالليل. قال لك طب افرض مثلا انت عايز تعملها الصبح. قال لك عشان تشوف المايكروفلاريا الصبح بتعمل حاجه اسمها هيترازن بروفاجيشن تيست. بجيب العيان ده قبل مثلا 45 او 60 دقيقه يعني قبل ساعه مثلا كده من اجراء ان انا اخد منه عين الدم. يعني بديله حبوب كده اسمها دايسايل كاربامازين. الدواء ده لما بديهوله لو جيت اعمل بقى تحليل دم وانا الصبح هشوف المايكروفلاريا. تمام.
طيب او سيرولوجيكال تيست ان انا اعمل ديتكشن للفلاير انتجن او انتي بودي. لو انا مش لاقي بقى المايكروفلاريا في الدم لاي سبب ما، هعمل اي ديتكشن للانتجن او الانتي بودي بتاع الايه فلاريا، او اعمل اليورين. طب امتى اطلب من شخص يورين؟ لو هو مثلا قاعد يقول ده انا اليورين بتاعي لونه مبيض شويه، فانا اشك ان الشخص ده عنده كايلوريا، فاجيب عينه يورين عشان افحصها، ممكن الاقي ايه المايكروفلاريا موجوده في اليورين. طيب التريتمنت دوايين، يا اما دواء ايسايل كاربامازين او الدواء الثاني اسمه الايفر ميستن. طيب ازاي اعمل بريفنشن من الوشوريا؟ والله كده المشكله كلها ان انا عندي الحشره هي اللي نقلت لي المرض، فهعمل موسكيتو كنترول، او لو حد عنده وشوريا هعمل له تريتمنت فاعمل ماس تريتمنت. طيب بعد كده الدوده الثانيه البرجيا مالاي، قال لك بتعمل ديز اسمه ايه؟ هي بتعمل فيلاريزس اكيد، يبقى فيلاريزس. طب هي اسمها ملايي، تعمل حاجه اسمها مالين فيلاريزس، تمام. موجوده فين؟ قال لك والله الملايي دي او ملاي دي اصلا جزيره كده موجوده في اسيا، تمام. المورفولوجي قال لك الاضر شبه الاضر بتاع الوشوريا بالظبط، ورجعوا لها. طب المايكروفيلاريا قال لك بقى الاختلاف بين المايكروفيلاريا بتاعه الوشوريا وبتاعه البرجيا مالاي. هناك في الوشوريا قلنا ان النيوكلياي موجوده في البادي بتاع المايكروفيلاريا بس ما بتوصلش للتيل، لا هنا في التيل بتاع البرجيا مالاي بلاقي عندي تو نيوكلياي، تمام. دي اختلاف مهم. طيب اللايف سايكل قال لك الهابيتات زي الوشوريا موجوده في الليمفاتيك سيستم، الديفرنت هوست. في الوشوريا قلت الانسان بس، لكن هنا بقول الانسان والدوج والكات والمونكي. طيب الفيكتور هناك كنت قلت مثلا عندك الكوليكس وعندك الايدز ومش عارفه ايه، وفي مصر الكوليكس. هنا لا بنقول اما انها مالايي يبقى بحرف الام برضو الفيكتور اسمها منسونيا. طيب الانوفلس والايدز ممكن برضو يعني سجلوا بعض الحالات من البرجيا مالايي بسبب الانوفلس والايدز برضو. طب الانفكتيف ستيج والمود اوف انفكشن زي الوشوريا بالظبط. طيب اللايف سايكل زيها بالظبط. يبقى انا لما اجي اركز على البرجيا مالايي او حتى تايموري اللي بعدها بركز على الاختلافات بس. طيب قال لك ان البرجيا مالايي دي في منها فصلتين، واحده تلاقيها ظاهره بس بالليل فسميها نكتيورنال بيريودك، واحده تظهر بالليل قوي بس برضو بلاقيها الصبح، بس مين اللي بتظهر بفين؟ بالليل، فسميها نكتيورنال سب بيريودك، تمام. طيب الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر قال لك قريب جدا جدا من اللي بتعمله الوتشوريا بانكروفتي، ولكن حاجه مميزه جدا ان انا في البرجيا مالاي بلاقي حاجه اسمها فيلاريا الابسس، لكن في الوتشوريا بانكروفتي ما كانش فيه ابسس ولا حاجه. طيب قال لك الالفانتيزس بيحصل برده في اللور ليم، برده الوتشوريا كان بيحصل فيها الالفانتيزس، ولكن في الوتشوريا كان بيحصل حاجه اسمها الهيدروسيل، ان انا الاقي عندي عند الراجل بيحصل انه السكروتوم اللي هو كيس الصفن يبدا يتنفخ. هنا لا البرجيا مالاي مش كومن قوي ان انا الاقي هيدروسيل. الدايجنوز والتريتمنت والبريفنشن زي الوتشوريا بالظبط. طيب بعد كده عندنا البرجيا تايموري، قال لك والله انها موجوده اسمها تايموري لانها موجوده في جزيره اسمها تايمور. طيب ايه الاختلافات ما بين البرجيا تايموري والبرجيا مالاي؟ قال لك والله هما شبه بعض جدا في ما عدا بعض الحاجات، ان في تايموري هنا قلنا تايمور واحد بس يبقى المان هو ذا اونلي ديفينيتيف هوست، تمام. لكن في البرجيا مالاي كان عندك المان والدونكي واسفل الدج والمونكي. طيب المايكروفيلاريا بتاعه البرجيا تايموري نكتيورنال بيوتك بس، يعني تظهر بالليل بس، لكن بتاعه البرجيا ملايكه بتظهر بالليل كان فيها نكتيورنال بيريودك وفي فصيله ثانيه نكتيورنال سب بيريودك. طيب البرجيا ملايكه بتبقى بالحشره ده اسمها منسونيلا، لكن تايموري اسمها الانوفلس. طيب المايكروفلوريا بتاعه تايموري دي اكبر من المايكروفلوريا بتاعه البرجيا ملايكه بس.